انا في قمه السعاده، انا عندي احساس وشعور داخلي انا مش عارف اتكلم، انا الدموع تنزل من عينيا اصلا من الفرحه ومن السعاده الغامره. انا ما بنامش، انا بقالي 15 يوم ما بنامش في اليوم ساعه من روعه المنظر ومن التفكير في الموقف العظيم. يعني شيء ما بينوصل، الحمد لله رب العالمين، الله يكرمنا يا دائما يا رب. يعني حجة يعني بشتهيها لكل العالم، كل مين بيحب يجي على الكعبة بتمنى له الله يكتب له اياها ان شاء الله يا رب.